ونتحول في نشرة التاسعة للتعرف على أهم أنبائنا الاقتصادية. الجولة الاقتصادية ومصطفى مزار، إليك مصطفى. شكرا يوسف عبدين، شكرا ريهام الدين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء رسما توضيحيا جديدا يتناول دور صندوق مصر السيادي في تحقيق التنمية الاقتصادية باعتباره الذراع الاستثمارية الأهم في الدولة. كما أوضح المركز أن الصندوق وقع 10 اتفاقيات ملزمة لمشروعات خلال عام 2021 بإجمالي استثمارات نحو 525.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى 44 مشروعا تجرى دراستها باستثمارات متوقعة ب 140 مليار جنيه في 7 قطاعات مختلفة. أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد الوحدات السكنية المنفذة في عام 2020-2021 بلغ 336.3 ألف وحدة استثمارية باستثمارات قدرها 150 مليار جنيه. وأوضحت البيانات أن الإسكان الاقتصادي جاء في المرتبة الأولى طبقاً لنوعية البناء بعدد 169.1 ألف وحدة بنسبة قدرها 50.3%، يليه الإسكان المتوسط بعدد 123.7 ألف وحدة. إلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم في بداية جلسات الأسبوع على تراجع للمؤشرات مدفوعة بمبيعات للمستثمرين العرب والأجانب مقابل مشتريات المصريين. وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق مستوى 681.3 مليار جنيه وسط تداولات كلية بلغت أكثر من 2 ملياري جنيه. أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر إيجيكس 30 عند مستوى 9827 نقطة ليتراجع بنسبة 1.43% ويغلق عند مستوى 9687 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 عند مستوى 2250 نقطة ليغلق متراجعا بنسبة 1.47% عند مستوى 2217 نقطة. وفتح مؤشر EGX 100 عند مستوى 3188 نقطة ليهبط بنسبة 1.50% عند مستوى 3140 نقطة. أظهرت بيانات لوزارة التجارة بكوريا الجنوبية أن العجز التجاري وصل إلى 3.77 مليار دولار في سبتمبر الماضي متراجعا للشهر السادس على التوالي. وأدى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية إلى تجاوز الواردات، وذلك لنسبة الصادرات إذ ارتفعت الواردات بنسبة 18.6% عن العام الماضي، بينما زادت الصادرات بنسبة 2.8%. انتهت جولتنا الاقتصادية مشاهدينا الكرام، لكن التاسعة ما زالت مستمرة، نعود فيها لاستكمال ما تبقى مع يوسف وريهام. شكرا لك مصطفى.